بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعة مهدوية مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. من معاني لقب صاحب الزمان، رجاء استمع، رجاء استمعي، هذا المعنى له أهمية كبيرة في حياتنا، وله أهمية كبيرة أيضا في مدى تعلقنا بصاحب الزمان سلام الله عليه. يقول آية الله الشيخ حسين المظاهري دام ظله الوارف: من معاني لقب صاحب الزمان، أي أن الله تعالى أوكل إلى صاحب الزمان سلام الله عليه أمر الزمان هذا بما يحمل هذا الزمان من ظروف وأحوال مختلفة ومتقلبة، من حسن وقبيح وضر ونفع وحزن وفرح وفقر وغنى ومرض وعافية. هو صاحب هذا الزمان بما يحمل من ظروف كثيرة. فمن يستغيث بالإمام المهدي عليه السلام ليبدل ظروفه إلى أفضل الظروف وأحواله إلى أفضل الأحوال، استطاع الإمام ذلك وجعلك وجعله يعيش زمنا من العمر بأحسن وأفضل ما يكون من الخير والرخاء والسعادة بكل سهولة. لماذا؟ لأنه سيد هذا الزمان، سيد هذه الظروف بما تحمل كما قلنا من حسن وقبيح وضر ونافع وحزن وفرح وفقر وغنى ومرض وعافية إلى غير ذلك. فهو صاحب هذا الزمان بما يحمل هذا الزمان من كل شيء. وأما غير المستغيثين به فيعيشون دوما حياة ضنكة مليئة بالظروف والأحوال المؤلمة والبائسة. لذلك من أفضل الأذكار دائما وأبدا عند علمائنا الأعلام هو أن تقول 100 مرة: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني. 100 مرة: يا حجة ابن الحسن أدركني. 100 مرة: المستغاث بك يا ابن الحسن والمستعان بك يا ابن الحسن. هذه الأذكار كما يقول علماؤنا الأعلام بمثابة الاسم الأعظم. والله سبحانه وتعالى ببركة صاحب الزمان سلام الله عليه يحول لأجلك كل ما يؤذيك، كل ما يؤلمك إلى فرح وسرور وعافية ونجاح وتوفيق وقضاء حوائج، كل ما تحب ببركة ذكر من؟ صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.